السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه في هذا العدد وهذه الحلقه جديده بعد هذه المده ديال التوقف. فكنتمنى الجميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاح البال وتكونوا في امان الله بطبيعه الحال. اذا نهار الثلاث غادي ناخذوا لا ديريكسيون ديال لي بودروم ديال دوفي اللي غادي يجرى في تيرسي كوارتي كانتي بلس ديالنا. رينيو اون لا 8 كورس ديال البروغرام ديبار غادي يكون مع الخمسه ديال العشيه. نبغي نذكر على ان في هذا الفيديو وفي هذا العدد وهذه الحلقه هذه غادي تلقاو لي برونونستيك الشخصيه ديالي سبعه ديال الخير بطبيعه الحال، وغادي تلقاو عاود في الحاله ولا في الاونكادنون بارتو الا كان شي عاود ما جاريش فممكن انكم تعوضوه بهذاك العاود اللي كنحطوه في الاونكادنون بارتو. في الاسفل ديال الفيديو غادي تلقاو باش نبقاو راه ديال البال لا فورم ديال لي برونوستيك. غادي نشوفوا واش عطينا كانتي ولا عطينا كوارتي ولا عطينا تيرسي، وبهكا نبقاو نشوفوا لا فورم ديال لي برونوستيك. دونك هادشي اللي كاين فهاد البدايه ديال هاد الفيديو هذا، ونمشيو دابا نتكلموا على الكانتي ديال نهار الثلاث. اذا نهار الثلاث الكانتي بلس ديالنا غادي يكون اونديكاب ديفيزي بروميير ايبروف. لا ريفيرونس ديال الاونديكاب غادي تكون هي زائد 18، وغادي نجريو في المسافه ديال 1500 متر. غادي يكون معنا 16 ديال لي بارتون اللي غادي يجريو في البيست اون سابل في بغيانا، غادي نجريو الكانتي في الرمله. هاد 16 ديال لي بارتون اللي السن ديالهم غادي يكون هو 4 سنين وما فوق، مخلطين فيميل مال اي هونغر. معنا فيميل وحده غنتكلموا عليها بطبيعه الحال في هاد الاناليز هادي. دونك هذا هو الديكور وهذا هو الديبغيف وهذه المعطيات الاوليه بالنسبه الكانتي اللي غادي ندوزو دابا نشوفو لي شونس ديال هاد 16 ديال لي بارتون اللي معنا في الديبار. اذا نبداو هاد الاناليز ديالنا مع الرقم واحد غريغوس هونغر ديال 5 سنين. هاد الهونغر هذا اللي كيعرف مزيان هاد لي بودروم وهاد الباركور ديال 1500 بيست اون سابل في بغي ديال دوفيل، لان شفنا العام اللي فات ربح لينا دوزيام ايبروف في هاد لي بودروم هذا اللي كانت في 23/11 وكونفيرما واكد لا فيكتوار ديالو بعد ما ربح لينا الكانتي ديال 27/12. دونك عاود لي حتى هويا بعد ما ربح هاد لي زونديكاب بجوج فطلعت لا فالور ديالو ووصلت حتى 42. كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 12 ديال العام اللي فات لشهر 7 ديال هذا العام. دونك حاجه اللي متاكدين منها هو انه كيدير هذا لي بودغوم، كيدير هذا الباركور هذا، ولكن واش رجع لا فورم ديالو واش 100% ولا فالور ديال 42 واش ممكن يديرها ولا لا. مي غادي نعطيه بروميير شونس على قبل لا مونت ديال ميغيل بارسلونا وعلى قبل على انه كيدير هذا لي بودغوم وهذا الباركور هذا. دونك بروميير شونس رقم واحد غريغوس، ونمشيو نشوفوا الفيكتوار ديال 27/12 من العام اللي فات اللي كانت في هذا لي بودغوم وفي هذا الباركور هذا. مونامي ليكوسي بروغريس كوتي كورد، بيك بوتس كي تونت ماتنون دو ريبارتي ا 400 متر دو بوتو، يلو بلو كي لا، افيك نورفيجيان سوري غريغوس ماتنون كي لانسي ان بلين بيست جوري دو كي سي ديفون، ويوم ايجالمون كي شيرش لو باساج انيساي ايجالمون كي تونت دو بروغريسي، غريغوس دو بلوس ان بلوس فور ماتنون ا 50 متر دو بوتو، جوري دو ايجالمون كي تونت دو فينير، افيك غريغوس ماتنون كي كوراجو، اي مونامي ليكوسي ايجالمون كي اباري غريغوس كي ريبار ماتنون لو نيميرو 2 مونامي l'Écosse qui va prendre la deuxième place. La troisième place ensuite est pour Joré Du devant Yenisei le numéro 5. Griegos qui finalement surmonte la pénalisation. رقم جوج دارتونغي هاد الهونغر ديال 4 سنين لونترينمون ديال جيروم غينيي. دونك هاد الهونغر هذا عاود اللي كيدير مزيان البيست اون سابل فيبغي، شفنا في المارسي بوغيلي، شفنا في الكان سيغ مير. دونك ما عنده حتى شي مشكل مع البيست اون سابل فيبغي، رغم الاختلاف ديال البيست اون سابل فيبغي ديال يعني ديال المارسي ولا ديال الكان سيغ مير مع ديال دوفيل. عاود اللي شفنا لونتوراج ديالو دار البدايات ديالو معاه في لي زونديكاب كانتي في الكانتي ديال 7/8. ما عرفش داك النهار صراحه شنو كان وقع، واش المشكل كان هو لا فالور اللي عطاو لي زونديكابور ديال 42 اللي ممكن تكون كانت بزاف عليه، ممكن حاجه اخرى تقد تكون هي لا لندروات اللي تجرى فيها الكانتي ديال 7/8 ما جات على لوغو ديالو، لانه كان تقريبا اول مره كيجري في لالين دغوات، فممكن انه ما تنفش مزيان وما دارش لا كورس ديالو. فمجموعه ديال الحوايج اللي ما قدتش انني ناخذ فيها واحد لا ديسيزيون بالنسبه لهذا الرقم جوج داغ طونغي. دونك هادشي علاش غادي نعطيه دوزيام شونس، نبغي نشوفو في البيس اون سابل فيبغي اللي غادي يكون فيها مرتاح بطبيعه الحال، ونبغي نشوفو في لا فالور اللي كنظن ان لي زونديكابور داروا شويه لو جيست ونقصوا ليه اون ليفغ ولا دابا عنده 41. هادشي كامل غادي يخليني نعطيه ان دوزيام شونس ونمشيو نشوفوا الكانت ديال 7/8 اللي سالا فيه نون بلاس. alors que l'intérieur no we know essaie de se rapprocher ou king passe maintenant à l'attaque tornadi cal meilleur vont contraire de mieux en mieux celestin maintenant de plus en plus fort avec kilo echo qui est en 4e position à 200 mètres du poteau tornadi avec vont contraire avec celestin qui vient maintenant à l'intérieur kilo echo est en 4e position national service également toujours tornadi celestin celestin qui est lancé à l'intérieur celestin de plus en plus fort tornadi qui lui répond avec vent contraire qui est en 3e position Tornadic Célestin Célestin à la fin devant Tornadic devant Vent Contraire devant Kilo Echo et National Service. Ça s'est joué.
رقم 3 فايتان هذا المال ديال 4 سنين، مال اللي شفناه في الطوب نيفو ديالو في الطاليان وربح لنا جروب 3، وهادشي كامل كان في شهر 4 ديال 2021 في البودغوم ديال غوم. دونك هذا العود صراحه ما عرفناش لا فورم ديالو فين واصله، شفنا هذا العام في اللي كانت بلوس يعني لا صوت لا صوره، مجموعه ديال لي زاشيك ومجموعه ديال لي كورس ما دارهمش يعني بالنسبه لي كانت، فمجموعه ديال علامات استفهام غادي تخلينا نعطيه ان دوزيام شونس. فايتان الرقم 3 واخا لي زونديكاب راهم يعني غاديين وكيقادوا ليه شويه في لا فالور ديالو وكتقاد في ليشيل، وراها وصلت دابا ل 40 ونص، فكوميم غادي نطونتي دوزيام شونس ونبغي نتاكد من لا فورم ديالو. فايتان الرقم 3 ونمشيو نشوفوا اخر كورس ليه في الكانتي ديال 2/8. Par Chalkoda Diamond qui se rapproche à l'extérieur alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Osant à l'avantage, la corde restive à l'extérieur se rapproche. Chirimiri en quatrième position. Crowdfunding accompagné par Chalkoda Diamond maintenant qui tente de refaire du terrain comme le numéro 8 Winwood qui est lancé complètement à l'extérieur par Michael Barcelona. Winwood de plus en plus fort maintenant qui prend l'avantage devant Osant qui est deuxième, accompagné ensuite par le numéro 2 Hotspot. Winwood le numéro 8 qui va triompher avec facilité. Osant et deuxième, la troisième peut-être pour Hotspot. رقم 4 مونامي ليكوسي، هاد الهونغر ديال 7 سنين لونطري مود ستيفان واتيل ولا مود ديال ستيفان باسكي. دونك هاد الهونغر هذا حتى هو يا غادي نتكلموا على الكانتي بلس اللي كان فهاد لي بودغوم وفهاد الباركور هذا العام اللي فات في 27/12 لا كورس اللي ربح علينا الرقم 1 غريغوس. ف مونامي ليكوسي سي لا دوزيام هذاك النهار بلا فالور ديال 42. من بعد ما عرفناش شنو كان وقع، شفناه وقف لا كومبيتيسيون من شهر 12 حتى لشهر 2 وعاود وقفها من شهر 3 حتى لشهر 8، فما عرفناش يعني صراحه شنو المشكل اللي عند هذا العود هذا. يعني شونس تيوريك هذا العود هذا لانه سالا دوزيام ب 42 دفالور، غدا عنده غير 40 ونص ستيفان باسكي، فكيبان على ان ستيفان واتيل ممكن ان هاد لا كورس هذه غادي يحاول انه يستافد منها وغادي نطونتي بروميير شونس مونامي ليكوسي الرقم 4. ومشيو نشوفوا الكانتي ديال 2/8 اللي كانت ان رونتري ودار لا 8ييم بلاص. بوزيسيون توجور لو نيميرو 15 شيريميري اكومباني بار تشالكودا دايامون كي سو رابروش على الاكستيريور alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Osant à l'avantage la corde restive à l'extérieur se rapproche Chirimiri en 4ème position. Crowdfunding accompagné par Chalkoda Diamond maintenant qui tente de refaire du terrain comme le numéro 8 Winwood qui est lancé complètement à l'extérieur par Michael Barcelona. Winwood de plus en plus fort maintenant qui prend l'avantage devant Osant qui est deuxième, accompagné ensuite par le numéro 2 Hotspot. Winwood le numéro 8 qui va triompher avec facilité. Osant est deuxième, la troisième peut-être pour Hotspot. رقم 5 روكمون، هاد المال ديال 6 سنين ولونطري موديل ستيفان ولا كريستوف اسكودير ولا كازاك مره اخرى ديال جيرال اغوستين نورمون اللي غادي تكون عند رقم 1 غريغوس وعند هذا الرقم 5 روكمون. دونك هاد المال تقريبا كيدير كاع لي كورس ديالو باستثناء اللي كانت بلس اللي كيبقاو دي كورس صعاب بالنسبه ليه. ثلاثة ديال اللي كانت لا صوت لا صورة، مي ممكن نعذرو لأنه عاود لي إلا جينا نشوفو أول كانتي كان جراه لينا في شهر 6 ديال 2020 فكان جراه ب 46 دفالور، من بعد شفناه في شهر 9 ديال 2020 43 ونص دفالور، وشفناه في آخر كانتي بلوس اللي كان جراه في شهر 5 ديال هاد العام ب 40 دفالور، فكيبان أنه كل مرة كيجري بدي فالور اللي ماشي سهلة. المهم عاود لي دار لا فورم ديالو، شفناه في 11/8 خد ان دوزيام بلاس، كاتبين على انه لا فورم كاينه واخا ان كورس ريكلامي. غادي نعطيه دوزيام شونس ونحطو في الخانه ديال اون كادنون باغتون الرقم 5 غوكمو، وممكن يدير لنا ان ميزاجور لهذوك ثلاثه ديال لي زيشيك في لي كانتي. نمشيو نشوفو لا دوزيام بلاس في الريكلامي ديال 11/8. Arrivé avec Camparo numéro 6 qui a toujours le meilleur. Walid qui vient côté corde. Sea of Sand qui tente de progresser à l'extérieur avec Satuna, avec Bobby d'Argent, avec Langre et Hugo Delouk à 250 mètres du but. Roquemont qui se faufile côté corde, qui vient attaquer Walid. Et Camparo qui baisse pavillon. Et nous avons des derniers en Falvio qui refait du terrain. Sea of Sand qui s'annonce à l'extérieur. Et puis également Bobby d'Argent qui refait du terrain tout à l'extérieur. Mais côté corde, Falvio qui vient attaquer. Côté corde, Falvio qui s'impose, qui domine Roquemont. Walid qui est troisième. Et
رقم 6 ميل فيلد هاد المال ديال 9 سنين هاد سماغا اللي عنده 49 كانت في الكارير ديالو دونك عدد كبير ديال اللي كانت مجريهم هاد ميل فيلد. عاود اللي كنعرفوا انه ممكن تلعبوا باز في الباغي لونشون في 1400 متر اللي هي سبور وهي الرياضه المفضله ديال هاد ميل فيلد. المهم عاود اللي كيبان انه باقى عنده لا شونس ديالو في لي كانتي. غدا دافيد سماغا كيعيط على كريستوف سوميون دونك يبان ليا انه بريبارا ممكن هاد ميل فيلد انه كيوجد لنا ان سوربريز مع هاد ميلفيلد وخصوصا انه عاود لي سبق ليه ربح في هاد لي بودروم هادو في هاد الباركور هذا هادي مده يعني في 2017 سبق ليه ربح جوج ديال لي كورس في 1500 بيس اون سابل فيبري ديال دوفيل. فردوا البال ممكن دافيد سماغا كيوجد لنا شي حاجه يعني غدا ولا ان سوربريز. المهم غادي نطونتي بروميير شونس ميلفيلد هاد الرقم 6 اللي غادي نمشيو نشوفو لا ديرنيير كورس ديالو في 10/7 في لي بودروم ديال دوفيل في 1200 اللي كيبان على انها ماشي سبور ديالو. qui passe à l'attaque. Forza Capitano, le favori, est encore en net retrait devant Chirimiri et Masterboy. Chalgoda Diamond, le numéro 12, qui a le meilleur, mais attaqué maintenant par Datiré, Mubaaleg et Restive qui est au centre. Datiré de plus en plus fort, le numéro 4 qui vient sur la ligne de tête en compagnie également de Mubaaleg. Datiré, Mubaaleg pour la victoire. Indico également qui progresse à l'intérieur. Indico, le numéro 7, qui finalement aura le dernier mot. Il va tripler la mise au niveau handicap. Deuxième place. رقم 7 توربين هاد الهونغر ديال 5 سنين هونغر تهويا اللي نقدر نقول على انه ولا كالقادي كانت ماشي ساهلين هاد العام هذا وخصوصا ان لا فالور ديالو كانت طلعت وكانت وصلت حتى ل 38 ونص اللي كيبان على انها ما كتخليش ليه دي شونس كبيره. المهم عاود لي تهويا الى تادابت مع البيس اون سابل فيبري ولا تادابت مع 1500 ديال دوفيل فممكن ياخذ 4 5 بلاس. هذا هو الماكسيموم على ما كيبان ليا بهاد لا فالور ديال 38 ونص دونك غادي نعطيه دوزيام شونس. توربين رقم 7 يعني في الاول كان عندي بروميير شونس هذا رقم 7 لان كيعجبني مع اليكسي بوشان ديما كيديروا كوبلي مزيان وكيجريو دي كورس مزيانين على قبل لا فالور 38 وعلى قبل 1500 وعلى قبل البيس اون سابل فيبري غامرت وعطيتو دوزيام شونس توغ بين الرقم 7 وغادي نمشيو نشوفو لا سيزيام بلاس ديال 1300 اللي كانت في دوفيل في الجوج 8. toujours le numéro 15 Chirimiri accompagné par Chalgoda Diamond qui se rapproche à l'extérieur alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite osant à l'avantage à la corde restive à l'extérieur se rapproche Chirimiri en 4e position crowdfunding accompagné par Chalgoda Diamond maintenant qui tente de refaire du terrain comme le numéro 8 Winwood qui est lancé complètement à l'extérieur par Michael Barcelona. Winwood de plus en plus fort maintenant qui prend l'avantage devant Ozan qui est deuxième accompagné ensuite par le numéro 2 Hotspot. Winwood le numéro 8 qui va triompher avec facilité. Ozan est deuxième, la troisième peut-être pour Hotspot, la quatrième à l'extérieur pour le numéro 16 Chal. اذا غادي ندوزو دابا للرقم 8 سيغانو هذا المال ديال 4 سنين مال اللي حتى هو شفنا لا كاليتي ديالو في ايطاليا شفنا كيربح ديال الاستدريس شفنا كياخذ دي بلاص في دي غروب وكانت خصوصا وراء فايتان اللي غادي يكون معنا غدا في الكانتي الرقم 3 اللي حتى هو ايطالياني دونك هذا العود اللي ملي جا لفرنسا فهاد البدايه مزيانه وخصوصا يعني في لي كانتي بلس وشفناه يعني في الشونتي وفي الاونجي في شهر 5 كياخذ دي بلاص ب7 و30 فمن ديك الوقت ما شفناش جرا غادي يدير لا كونتخي ديالو غدا فكيبان على ان لونترينور ديالو موريتزيو فيزا هاد لا كورس هادي وجدها وبريباراها وعيط على كريستيان ديميغو باش يكون هو البيلوت ديالو غدا. كتبقى ان كونتخي ما عرفناش كيفاش دوز هاد الصيف هذا هاد الرقم 8 ولكن تا هو يا شونس تيوريك بالنسبه ليا هذا الرقم 8 سيغانو اللي غادي نعطيه لوجيك بروميير شونس وغادي نمشيو نشوفو لا كورس ديال الشونتي في 10 5 اللي خد فيها لا 4ème بلاص pour côté corde également entrée de la dernière ligne droite avec Cyrano qui a le meilleur King Sol mais dans son dos Nord-Est 3ème Marrakech Moon et 4ème devant Brouillard accompagné en dehors par le numéro 13 Cartilla avec tant pis pour eux accompagné par le numéro 6 Oxalis alors que le favori Super Supersonic n'a pour l'instant pas l'ouverture. Marrakech Moon qui attaque maintenant et qui prend une longue à l'avance. On termine très fort à l'extérieur avec Cartilla Chicho Boy également Super Supersonic qui n'a pas l'ouverture. Marrakech Moon avec plusieurs longueurs maintenant sur Cyrano, sur Chicho Boy et sur tant pis pour eux. Marrakech Moon qui va triompher, tant pis pour eux sera deuxième. Brouillard était la faute.
رقم 9 لينيساي، هذا المال ديال 4 سنين غادي يكون اول بارتو ديال ايغور انداستيف اللي عنده جوج ديال لي بارتو غدا في الكانتي. دونك هذا لينيساي غادي يرجعنا حتى هو للكانتي بلس اللي كان جرا في هذا لي بودغوم هذا وفي هذا الباركور هذا اللي تكلمت عليه في البداية ديال الاناليز ديالي مع الرقم 1 غريغوز ومع مونا ميليكوسي اللي كان في 27/12 من العام اللي فات. دونك لينيساي خد لا 4 بلاس ب 38 فالور، نقد نقول على انه مع لي كورس اللي جراهم هذا العام فبقات لا فالور ديالو غادا كتنقص، وصلت دابا 36.5. فكيلقى هاد الكانت اللي جرا في العام اللي فات بيان بلاسي بلا فالور ديال 36.5. دونك كيبان انه عنده اون شونس لوجيك هاد الرقم 9. فالاشكال اللي غادي يكون هو لا كورد سايز، ما عرفتش يعني صراحه اش من تاكتيك غادي يدير هاد لينيساي. المهم اللي بدا الميتين كنشوفوا على انه باش ترجع من اللور في البيستون صاب الفيبري ديال دوفيل، يعني كانت صعيبه هاد العام هذا لانه يعني البيستون صاب الفيبري الرمله ما كانتش في المستوى الكبير، وبمجموعه ديال لي زونطرينور تشكاو من هاد المساله هذه وخصوصا الخيل اللي كيكونوا اتونتيست. المهم غادي نطوطي بروميير شونس لهاد الرقم 9 لينيساي شونس تيوريك على ما كيبان ليا، ونمشيو نشوفوا لا كورس ديال جوج 8 اللي خد فلا 7 بلاص. Sagatingar qui est en léger retrait, le numéro 8 Chopval est en dernière position. L'allure est sélective et les concurrents vont sortir du tournant pour entrer dans la dernière ligne droite avec le numéro 16 Lonstone Place accompagné par Sapiens devant Toshke qui patiente en troisième position, accompagné en dehors par Droit de Parole avec Bocciatori également qui tente maintenant de revenir. Toshke qui est désormais lancé en pleine piste par Michael Barzena et qui prend une longue à l'avance devant Droit de Parole avec en troisième position Sapiens à l'extérieur. Matus maintenant se rapproche et c'est Toshke le numéro 3 qui a course gagnée s'imposant avec autorité. Le 4 Droit de Parole et deuxième, la photo pour la troisième place entre رقم 10 سيسيو بوي، هاد المال ديال 4 سنين دوزيام بارتون ديال ايغور اللي عنده جوج ديال لي بارتون كيف ما قلت لكم في الكانتي. دونك هاد المال هذا كيبان على انه في هاد الزون دو بوا ديال 36.5 وفي هاد لا فالور هادي فتقريبا كيدير كاع لي كورس ديالو. شفنا لا فورم ديالو في 14/7 وخدنا لا 5 بلاس. عاود اللي غادي نعطيه ان بروميير شونس لوجيك بالنسبه ليا فهاد الكانتي، واخا انني كنفضل عليه واحد المجموعه ديال الخيل تقريبا 3 ولا 4 ديال الخيل كنفضلهم عليه، مي كتبان ليا 4/5 بلاس فالابل مع الرقم 10 سيسيو بوي بروميير شونس. ونمشيو نشوفوا لا كورس ديال 14/7 في الباري لونشون اللي خد فيها 5 بلاس. بوي كي سي ماتنون دو سو رابروشي بيزورنو سو ريلانسون افيك ذا تشامب اكومباني بار تشيتشو بوي كي سو رابروش ماتنون. Admirage qui est là également, Mandarin qui cherche le passage alors qu'à l'extérieur Snowball Jackson maintenant tente de refaire du terrain. Chicho Boy pour la victoire avec Lienisei notamment le numéro 4 et puis Snowball Jackson le numéro 12 qui a trouvé sa cadence à l'extérieur. Snowball Jackson de plus en plus vite avec le numéro 9 Royal Robbins qui vient à l'extérieur. Snowball Jackson, Royal Robbins, Snowball Jackson la troisième place. رقم 11 باساليتو، هاد المال ديال 4 سنين لونطريمو اولا كازاك ديال اونغاليك سبونتال. هاد المال هذا اللي ما كيديرش ديما لي كورس ديالو، يعني ديما كنشوفو كيمشي ملعوب وكيمشي بديكوت يعني ديال فافوري بطبيعة الحال، كيمشي ب 12 ب 10 ب 8 بعض المرات ولكن ما كيديرش لي كورس ديالو. المهم عاود لي كيبان ليا بيان بلاسي بلا فالور ديال 36 الماكسيم غيون في هاد البوا هذا، فكيبقى ديما غودوطابل هاد لامونت ديال ماكسيم غيون. فعلى حسابات اللي قدامي غادي نعطي دوزيام شونس باساليتو ونتسنى ان كونفيرماسيون من هاد العوده هذا، مي كيف ما قلت لكم ردوا البال عاود اللي كيمشي ملعوب في لي كانتي وممكن شي نهار يفاجئنا في هاد لا كاتيجوري هادي. دوزيام شونس باساليتو الرقم 11، ونمشيو نشوفوا لا ديرنيير كورس ديالو في دوفيل في الجوج 8 تورنون بور انتري دون لا ديرنيير لين دروات افيك لو نيميرو 16 لانستون بلايس اكومباني بار سابيانس دوفان توشك كي باسيونت ان 3ييم بوزيسيون اكومباني ان دهور بار دروا دو بارول افيك بوتشاتوري ايغالمون qui tente maintenant de revenir. Toshke qui est désormais lancé en pleine piste par Michael Barzena et qui prend une longue à l'avance devant Droit de Parole avec en troisième position Sapiens à l'extérieur. Matus maintenant se rapproche et c'est Toshke numéro 3 qui a course gagnée s'imposant avec autorité. Le 4 Droit de Parole et deuxième, la photo pour la troisième. رقم 12 فور بايدن سكري، هاد الهونغر ديال 4 سنين اول بارتون ديال ستيفان ريشتر اللي عنده جوج ديال لي بارتون في الكانتي. دونك هاد الهونغر غادي يدير البدايه ديالو في لي زون دي كاب كانتي، هونغر اللي كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر جوج حتى لشهر 6. شفنا لا غونتخي ديالو في الريكلامي
ديال 5 كلو ديال 6-6 اللي عم نشوفوها بالفيديو بطبيعه الحال. دونك ما عرفتش واش هاد العوده درجه لا فورم ديالو ولا لا، واش بيان بلاسي بلا فالور ديال 36 ولا لا. فمجموعه ديال الاسئله غادي تخليني نعطيه دوزيام شونس فور بايدن سوك خير رقم 12 ونشوفوا البدايه ديالو في لي كانتي. دونك نمشيو نشوفوا La quatrième place, réclamée d'El 6-7-5. Il vient d'attaquer le premier, il prend le meilleur pour aborder la dernière ligne droite. En deuxième position, on vient maintenant Mona Lisa, complètement à l'extérieur, devant Alba Power, Pizorno ou encore Orandi. Et Favarix qui est lancé à son tour à l'extérieur. Forbidden Secret, le numéro 6, qui est attaqué par le favori Alba Power, avec Orandi également et Mona Lisa qui s'épaule complètement en dehors devant Pizorno, qui semble être battu, tout comme Favarix. Avec Alba Power, le numéro 5, qui a maintenant pris le meilleur. Alba Power, le favori qui accélère et qui va se mettre hors de portée de ses adversaires, même si Orandi finit fort son parcours. C'est Alba Power le 5 avec Stéphane Pasquier qui va s'imposer ici. Orandi le numéro 9 et 2. رقم 13 شوب فال، هذا المال ديال 5 سنين لونترينمون ديال نيكولا بيغي. دونك هذا المال هذا اللي حتى هو شفناه في لاكورس ديال 2/8 اللي كانت في دوفيل في 1300 متر بيس اون سابل فيبري، وخاد لنا لا 5 بلاس. عاود لي عنده 3 ديال اللي كانت لا صوت لا صوره، مي كل مره كان كيجري في الغازون. غدا غادي يجري اول كانتي بلوس ليه في البيس اون سابل فيبري، يعني غيجري في الرمله. ممكن يعني الرمله تساعده وممكن الرمله تكون سهل من الغازون اللي كيف ما قلت لكم جري فيه 3 ديال اللي كانت لا صوت لا صوره. غادي نعطيه دوزيام شونس، نبغي نشوفو في يعني في البيس اون سابل فيبري في لي كانتي. هذاك الشيء علاش غادي نعطيه دوزيام شونس، مردو البال ممكن هاد شونجمون ديال لا سيرفاس تساعدو. دونك نمشيو نشوفو لا 5 بلاص ديال 2/8 في دوفيل مع الرقم 13 شوفال. ميكائيل بارزلنا كي بريون اون لونغ على افونس دوفون دروا دو بارول افيك اون تروازيام بوزيسيون سابيانس على الاكستيريور ماتوس ماتنون سو رابروش اي سي تويش كو نيميرو 3 كي ا كورس غانيي سامبوزون افيك اوتوريتي لو 4 دروا دو بارول اي دوزيام لا فوتو بور لا تروازيام بلاص انتر ماتوس على الاكستيريور اي رومانتيك مون على كورد. Et la victoire pour le numéro 3, Toshk. Une victoire très convaincante, hein, nette et sans bavure. Un cheval qui avait brillé déjà dans les quintets. Là, c'était la deuxième épreuve. Le 4, droit de parole est deuxième. Pour la troisième place, le 11, Romantic Moon côté corde et le 15, Madouce à l'extérieur. رقم 14 توتال كنوك اوت هونغر ديال 4 سنين، دوزيام بارتون ديال ستيفان ريشتر اللي عنده جوج ديال لي بارتون في الكانتي لامون ديال اغوستين مادامات. دونك هاد الهونغر هذا هونغر اللي كيعرف مزيان هاد لاكاتيغوري هادي، شفنا تا هو كياخد دي بلاص في الرمله ديال كانسيغمير بال 35 اونص. اللي كاين هو انه غادي يدير لا غونتخي ديالو من شهر 3، ما شفناش جرا، ما عرفناش يعني شنو كان المشكل، واش كنا تعمدنا اننا نوقفوا لا كومبيتيسيون ولا كان عنده شي مشكل ولا انه ممكن انه في الصيف ما كيكونش يعني في لا فورم ديالو. هذاك الشيء علاش كان ايفيتيو لا شالور. غادي نعطي دوزيام شونس مردو البال من ناحيه ديال لا فالور، كيبان لي ما كاينش مشكل. الاشكال هو لا فورم ديال هذا الرقم 14 توتال كنوك اوت، الا كان اون فورم كيبان لي بيان بلاصتي بهاد لا فالور هادي. نمشيو نشوفوا اخر كورسه اللي كانت في 31/3 في الشونتي. avec le numéro 3 Central Park West. Il y a également le numéro 10 Cartilla qui patiente pour l'instant. Total Knockout qui se relance avec le numéro 9 It's All a Dream à son extérieur, accompagné par le numéro 7 Bassiver, accompagné également par le numéro 8 Crack Regiment, alors que le Nomade maintenant est lancé en dehors. It's All a Dream qui a pris l'avantage sur Total Knockout avec le Nomade, avec Chicho Boy Royaumont également qui refait du terrain. It's All a Dream qui a le meilleur Royaumont de plus en plus fort. Chicho Boy également qui vient en dehors. It's All a Dream avec Chicho Boy très fort à l'extérieur en troisième position. رقم 15 انستروي، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر لي اون بلان فورم، هونغر لي رابح لينا جوج ديال لي كورس مؤخرا في شهر 7 في داكس وفي لي بودغوم ديال التابر. دونك عاود لي غادي يرجع لا كاتيغوري ديال لي كانتي بلوس، شفنا جرى جوج ديال لي كانتي لا صوت لا صوره ملي كان عند لونترينمون ولا كان ملي الله جا عند هاد لونترينور هذا فيريرا. غادي نعطيه دوزيام شونس، نبغي نشوفو فهاد لا فالور ديال 35 اللي كيبان لي انها ما عنديش عليها شي معلومات كثيره هاد لا فالور هادي. دونك دوزيام شونس الرقم 15 انستروي، ونبغي نشوفو فهاد لا فالور هادي. دونك غنمشيو نشوفو الفيكتوار ديال 25/7 في البودروم ديال تاب انتيريور النمبر دو كاركوف ا سون اكستيريور فيان بلايا باراديزو 4ييم بلاس انسويت بور انستروي كي ا كيلكو ريسورس اي كي اي سويفي دو بري بار لو نمبر 5 شيكا انرجيكا كونتو فابوري اونامونو يل فا ايت ديكالي ا لاكستيريور ان اتر تري لو نمبر 4 اميرا لولتيم لين دروات مانتنون يل ريست انفيرون 300 متر ا باركورير افيك فيريمون ايتوال كي تانت دو ريبارتير بلايا باراديزو كي فيان
son extérieur comme Instruit. À l'intérieur, on a Kharkov qui refait un petit peu terrain, tout comme le numéro 5 Chica Energica, et puis surtout Instruit maintenant qui enclenche et qui vient vite à l'extérieur. Il reste environ 150 mètres à parcourir. Virimon Étoile qui lutte avec Instruit qui vient vite en dehors, Instruit qui prend le meilleur, Instruit qui va s'imposer dans cette course. La deuxième place peut-être pour le numéro 5. إذن نكملوا هذا الاناليز مع الرقم 16 رومانتيك مون فميلا دي 4 سنين الفميلا الوحيدة اللي معنا في الديبار ديال هاد الكانتي فميلا اللي نقد نقول على انها يعني عندها 100% دغيا وصلت في البيس اونساب فيبري الا كانت معلوماتي صحيحه فاربعه ديال اللي كورس عندها في الرمله كلهم سالات في لاريفي. الاشكال اللي غادي يكون هو ان مره واحده شفناها في الكانتي بلس كان في 5 لو في شهر 3 نقد نعذرها لان كانت ان غونطري داك النهار ممكن ما كانش في لا فورم ديالها. نقد نقول ان تا لا فالور ممكن حتى هي ما كانتش يعني هي هذيك. المهم غادي نعطيها بروميير شونس لان كتبان ليا ريغولير كدير كاع لي كورس ديالها وخصوصا انها كتادابت مزيان مع البيس اون سابل في بغي. رومانتيك مون رقم 16 غادي تكون بروميير شونس ونمشيو نشوفوا لا ثروزيام بلاص ديال جوج 8 في الدوفيل. سيس لانستون بلايس اكومباني بار سابيانس دوفون توشك كي باسيونت ان ثروزيام بوزيسيون اكومباني ان دهور بار دروا دو بارول افيك بوتشاتوري ايغالمون كي تانت مانتنان دو ريفونير توشك كي ديزورمي لانسي ان بلين بيست بار ميكائيل بارزلنا اي كي بريون اون لونغ d'avance devant droit de parole avec en troisième position Sapiens à l'extérieur. Madous maintenant se rapproche et c'est Toysk le numéro 3 qui a course gagnée s'imposant avec autorité. Le 4 droit de parole et deuxième la photo pour la troisième place entre Madous à l'extérieur et Romantic Moon à la. إذن أصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناة اليوتيوب كيف ما شفتوا فالاناليز ديال الكانتي راه سالات. هذوك هما السبعة ديال لي شونس اللي عجبوني. كيف ما قلت لكم غادي يكون فيهم الرقم 5 اون كاد نو بارتون إلا كان شي واحد في لي شونس هذوك السبعة ديال الخيل ما مجريش فممكن أنكم ترومبلاسيو به. دونك هادشي اللي بان ليا كيبان لي الرقم 4 ستيفان باسكي ستيفان واتيل فيزينا هاد لا كورس هادي. بالنسبه لي سوربريز كيبان لي لينيس ساير رقم 9 عنده ان شونس حتى هي كتبان لي مزيانه. الرقم 8 سيغانو عاود لي حتى هويا الا دار لا غونتخي ديالو مزيان فممكن يسالي في لاريفي. الرقم 10 كاتخيم سانكيام. دونك هادشي اللي بان لي رومانتيك مون فميلا الوحيد اللي معايا اللي كاينه في الديبار كدير البيس اونسابل في بغي. دونك هادشي اللي بان لي الرقم واحد حتى هو يا الا تغلب على لا فالور ديالو. دونك هادشي اللي كاين. بالنسبه لي روغري الخيل اللي ما لعبتهمش وممكن يديروا ان سوربريز فنقدر نقول الرقم 7 توربين عاود لي كما قلت لكم حيتو في لا ديرنيير مينوت. الرقم 14 توتال كونوك اوت اللي ما لعبتوش مي ردوا البال عاود لي ممكن هاد لونترينو غدا يجيب شي عاود في لاريفي الا كان شي عاود فممكن يكون هو توتال كنوك اوت الرقم 14. دونك هادشي اللي كاين. كان معكم عصام كنتمنى لكم بون شونس بون كانتي وبون جو وبون باري ايبيك. نتلاقاو في الاناليز ديال كانتي ديال نهار الاربعاء في البودروم ديال باري فانسين مع لي تروتور في 2700 نهار الاربعاء 16 ديال بارتون 2700. هادشي اللي كاين. كان معكم عصام. السلام عليكم. باي باي تصبحوا على خير.